غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وشركة بيبي للبترول البريطانية ينظمان بنواكشوط يوما إعلاميا يبحث فرص الاستثمار في حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال، الفرص التي يتيحها لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والفاعلين الاقتصاديين. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية عبر عن السعي لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في البلاد للإسهام في تعزيز الشراكة وبناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب تشجيعا للاستثمار. تعمل غرفتنا جاهدة على مواكبة هذه الطفرة لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق الاستثمار، كما تبذل كل الجهود الكبيرة بالمساهمة الفاعلة في تعزيز الشراكة وبناء الثقة بين مختلف الفاعلين، سعيا منها إلى ترسيخ أسس النهضة الاقتصادية الوطنية وتشجيع الاستثمار. اليوم الإعلامي حول استخراج الغاز يكتسي أهمية كبيرة في نظر بعض المشاركين هنا، لكونه يبرز الأدوار المنوطة بالشركات لتعزيز الشراكة في مجال الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال، فضلا عن الفرص التي ينتظر أن يوفرها لشعوب البلدين الجارين في مجالات مختلفة. اللي قد استفاد منه الموريتاني اللي هو نقل الحجار إلى الميناء، لا يعدل عائد الميناء في قلب البحر حكم شبه ميناء، يعود يمكن من بواخر الغاز يجوا ويرصدوا يعود يمتلاهم الغاز، هو كان يفسرهم هذا مهم، لكن الناس تعود تعرف ذي الدور شنو هو ذي مهم عنده شنو، كل شركة ذي همها تعود تصل بهم وعود كان حضرهم الناقصات. وشمل اليوم الإعلامي عروضا قدمتها شركات أجنبية حول مراحل استخراج الغاز والفرص التي يوفرها، وينتظر أن يبدأ الاستغلال الفعلي لحقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال عام 2021.